الحديث كرة بتوصل على طول، فيها انطلاقة حاضرة وتتمرر، تحول الكرة جول. يا لقد فعلها من العدم، يصنع المستحيل. نعم، الأيقوني كورنادو، إيغور من العدم يصنع المستحيل. الإتي يتقدم، حلم طال انتظاره لجمهور الذهب. هكذا يكون الدوري أقرب بكثير مما مضى. الله على الوالتو، أبد ما فيها تسلل. الله على قذوهات بين إيغور والصاطي، السطو على مرمى الزعيم. بدا عن طريق إيغور، إيغور كورنادو بدا عن طريق اللاعب الذي من العدم يصنع الحدث ويصنع المستحيل. لقد صنع الحدث. الإتي يتقدم، الإتي حاد 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 في الدقيقة 8 ينجح بتسجيل الهدف الأول. يا إيميليانو، هكذا كانت الكرة اللي تقدم من خلالها الهلال. كان يطالب بوجود خطأ في هذه اللقطة، مكاتفة طبيعية والهدف يحتسب. الاتحاد يتقدم، الاتحاد يتقدم في الدرة في 2009. كالديرون الأرجنتيني كان آخر ألقاب العميد. الكرة في الجانب الأيمن إلى روما. طبعا هناك بيدرو البرازيلي في 2000 وتشيزنو قديما. الآن الله، قديما وحديثا، الحديث للتسعينك، التسعينك يحتفل الآن وصاحب القميص 95 أحمد باب سعود يعطي السعادة. الله يا عميد، من انتظر سقوط الاتحاد؟ ألم ينهكك الانتظار؟ ألم ينهكك الانتظار؟ ألم ينهكك الانتظار؟ إذن لقد أنهنك، لقد أنهكك. إذن عليك أن تستمتع، استمتع بهذه الكرة الاتحادية الجميلة. الله يا ساطي، روضها على صدره وحضرها الباء مسعود وأعطى السعادة الثانية لعشاق العميد هنا في الملاذ وهناك في جدة. العميد أقرب من أي وقت مضى. يا هلالية، يا هلالية، الشيء الوحيد ركلة زاوية هلالية. هل يعود إلى أجواء الكلاسيكو، إلى ذاته، إلى تاريخه، إلى المواجهات؟ الكرة هل دخلت أم أنقذها قروهي؟ قروهي ينجح، ينجح في إنقاذ الموقف. اليد المستحيلة، اليد المستحيلة أنقذت المرمى من هدف تقليص الفارق للهلال. الكرة تتعلى ثاني وتصل من جديد، يحاول من خلالها عطيف، عاد الكرة للخلف لدى البليهي في الجانب الأيمن. كاريو، الكرة من جديد عند سعود، يفكر بالتوغل، يمرر ويرسل عالية، تغطية رائعة من مدو. عادت الكرة عند حمد الله. حمد الله شوفوا وين واصل، شوفوا حمد الله وين واصل. ألم أقل لكم عندما يتعلق الأمر بمس شباك الاتحاد يظهر أمامك الكثير الكثير من قروهي، من قروهي، يصبحون كلهم قروهي حماية لمرمى العميد. وما اللقطة الأخيرة من حمد الله ببعيد أو قروهي بنفسه ببعيد. عندنا خطأ، خطأ لمصلحة الهلال. هذه الكرة المثيرة للجدل، هل كان لربما هل نجحت اليد المستحيلة من حماية شباك الاتحاد بهذه اللقطة
الأسطورية بالنسبة لمارسيلو. الكرة اللي ينتظر من خلالها طبعا ابن التانجو فرناندو رابانيلي، ومن الفي ار ايضا الارجنتيني سيلفيو تريكو. خطأ لمصلحة الهلال، لا زال فرناندو ريبانيلي ينتظر يجروه رأيا من سيلفيو تريكو. هل دخلت؟ الزاوية لم توضح بالشكل النهائي، يجب مراجعة هذه توضح كثير. وهي اللقطة المتعامدة مع القائمين، ربما لم تكن بكامل محيطها، ربما تجاوزت. بصراحة لقطة صعبة، لقطة صعبة. ينتظر إيميليانو، حديث مع حجازي. شوفوا حجازي يا جماعة، الوجه وجه نمر مع ياسر الشهران المقنع، بينما نونو سانتو، على فكرة أصبح نونو سانتو أكثر مدرب في تاريخ الاتحاد تحقيقا للفوز في الدوري السعودي. لقد تجاوز الروماني كوزمين كونترا، 19 انتصار للنونو، 18 لكونترا، وبهذه المباراة قد يصل إلى 20 فوز النونو سانتو. بينما جروهي في هذه اللقطة، أو دخلت لربما إن كان زاوية صعبة، أعتقد بأن الأرجنتيني فرناندو سيحتسبها. نعم نعم نعم، سيحتسبها هدف. لقد سجل الهلال هدف. قروحي لم ينجح من أن لا يجعل الكرة تدخل بكامل محيطها، كامل محيط الرعب، محيط الزعماء، محيط الأزرق. الآن الهلال يقلص الفارق، يعطي السعادة. لقد دخلت، كان كل يحمي مرمى قروحي. الكرة خطيرة، والكرة وين؟ جول، دخلت. الكرة تبعد، لم تخرج، لم تدخل. الكرة عادت إلى كنو. أي حصار يقدمه الأزرق. الآن الكرة ما طالت، والبريك بيحول، وعمر ينقذ، والكرة من جديد عادت من جديد، والكرة تبعد. هل كانت قد دخلت أم لا؟ ربما الحكم فرناندو ريبانيلي، هذه الكرة اللي احتسب فيها خطأ من نصيبي هارون كامارا، لكن نعم، لقد دخلت. حولي وحوالي جمهور الهلال يسألوني إن كانت دخلت. نعم، لقد دخلت في الصورة. جول، هل سيحتسب أم لا؟ الكرة في انتظار فيها قرار. الهلال هل يدرك التعادل بقرار من الفي آر؟ سيلفيو تريكو في هذه اللحظات سيحتفل جمهور الأزرق. يا له من جنون. نعم، هدف. لقد دخلت. الكلاسيكو يظهر فيه الزعيم، كبرياء الزعيم، إنه ميشيل في هذه اللحظات.